اوعاكم تعملوا الحركة دي. اي حمام جديد تجيبوا، لان ناس كتير ضيعت الحمام عندها، في ناس ضاع من عندها ابراج، تخيلوا والله العظيم في ناس ضيعت مئات من الاجواز عندها اجواز الحمام بسبب الحركة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وفي صحة واحسن حال. فيديو جديد من عند الحمام، والنهاردة ان شاء الله هتكلم معكم في موضوع مهم جدا. اول يوم للحمام لما اجيبه اديله ايه؟ السؤال ده يا جماعة جالي من فترة، واسفة بجد، والله اسفة جدا لصاحبه او صاحبته، لان انا والله كنت ناسي. المهم طيب دلوقتي الحمام لما نجيبه اول يوم هنعمل ايه؟ لو احنا الحمام ده جديد طبعا اهم حاجة المكان اللي فيه يبقى مناسب ليه. هنحطه في عشة، هنحطه في أوضة، هنحطه في مكان، في ناس برضو قالوا لي ممكن نحطه في بدرون، ممكن نحطه في بدرون عادي، لو حتى يعني حاولوا بس تحطوه في مكان يبقى داخل فيه شمس ولو حتى بسيطة، يعني في الشتاء خصوصا. يعني يا جماعة مش هيدخلوا شمس المكان اللي انتم حاطين فيه الحمام، فاهتموا برضو اكتر انكم تحطوا له فيتامين د. فيتامين د بيبقى في مكون بيطري بيبقى اسمه ألف د 3 ه، بيبقى فيه فيتامين د حلو قوي، بس حاولوا برضو تجيبوا نوع نظيف كده، يعني ايه، حاولوا تجيبوا من صيدلية بيطري تكون كويسة ويكون عليها الرجل على طول والسحب عليها الحاجة ما تبقاش ايه قديمة ومركونة عندهم. تمام كده. طيب المكان قلنا اتكلمنا عن المكان يكون كويس، نهتم لو هتعلقوا له بقى قفاز زي ما انا معلقه كده، هتعملوا اي حاجه للحمام لو الحمام جديد زي ما اتفقنا، هننظف المكان كويس جدا وهنعقمه بميه وكلور، وهنرش الارضيه زي ما انتم شايفيني كده جير مطفي او بودره بلاط ومعاه رمل، بحيث ان الجير ما يغبرش، يعني الحمام لما يطير كده ما يعفرش على نفسه او يغبر على نفسه. لو حسيتوا ان الرمل ممكن تكون ساقعه في الشتاء، ممكن تراب اللي هو بتاع الارض، تراب الارض العاديه يعني الارض الزراعيه او الارض اللي في الشارع دي، شويه تراب مع الجير المطفي وبس، يكون حته كويسه او حته نظيفه، ما يبقاش فيها مثلا، مش مكان مثلا فيه بقى مكان فراخ او مكان حمام قبل كده، او ونجيب منه بقى نجيب الحاجات دي، لا حاول عشان بس الامراض ما تنتقلش. يعني ممكن حد يبقى مربي مثلا فراخ او حاجه ويجيب ايه تراب من تحتهم او حاجه، لا ابعدوا عن الكلام ده كله، هاتوا تراب من الارض العاديه اللي هي ايه من الشارع بمعنى اصح. طبعا لو ارض زراعيه كمان يكون افضل، عشان برضو الحمام ايه يبتدي يحدق من الارض وكده. تمام. طيب دي النقطة التانية، نظفنا وعقمنا وطهرنا وعلقنا قفاص أو جراكن زي ما الناس بتعلق، أو عملنا حطينا أي حاجة إيه بحيث إن الحمام يبيض فيها ويتكاثر فيها والكلام ده كله، لو الحمام جديد زي ما قلنا. تمام. قبل ما ندخل الحمام المكان اللي إحنا هندخله فيه، لو هو لوحده ما معاهوش ما فيش، يعني إحنا ما ربيناش حمام قبل كده، يعني دي أول مرة هنجيب فيها حمام وندخله المكان ده، هنعمل الحمام إيه؟ هنرش الحمام بخاخة كده، نحط فيها مية وكلور، وهنبتدي ايه نرش الحمام كله تحت الجوانح بقى وتحت الأصعب بتاعت الحمام وفي الريش نفسه، هنغرق الحمام بمية وكلور، هنرمي الحمام في المكان اللي هو ايه هنربيه فيه، ونحط الحمام في المكان ده. هنبتدي بقى الشغل مع الحمام اول كام يوم، اول اسبوع مع الحمام ده هنعمل فيه ايه؟ هنعمل معاه كالآتي، هنديه اول 3 ايام رافع مناعة، او خلينا نبتدي الصبح بزوفراكس شراب اللي هو مضاد الفيروسات، هنبتدي معاه بمضاد فيروسات في الصبح، وهنديه اخر النهار رافع مناعة. تمام. هنديه الكلام ده كله مدة 3 ايام. طيب الجرعة هتبقى قد ايه؟ الجرعة يا جماعة 5 سنتي على لتر المية، 5 سنتي على لتر المية من زوفراكس شراب من الصيدلية البشري، والاخر النهار هنديه رافع مناعة ايمولانت شراب، يبقى الصبح زوفراكس شراب، زوفراكس ده مضاد فيروسات 5 سنتي على لتر المية، واخر النهار هيبقى ايمولانت شراب برضو من الصيدلية البشري 5 سنتي على لتر المية. طيب ليه يا جماعة احنا بندي مضاد فيروسات؟ عشان لو الحمام ده في اي حاجة جاية من عند اصحابه، جاي بيها يعني من عند اصحابه، ان شاء الله مضاد الفيروسات هيقتلها، ورافع المناعة برضو عشان ايه يقوي جهاز المناعة بتاعه. تمام كده. طيب بعد الثلاث ايام دول هنعمل ايه بقى باقي الاسبوع؟ يفضل
يفضل يعني ندي الخلطة اللي هي بتاعت الخميرة، خميرة البيرة مع الزبادي. الخلطة دي ممتازة 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 جدا يا جماعة، زي ما قلت لكم قبل كده ان هي بترفع المناعة وبتقوي يعني جهاز المناعة. وطبعا الخميرة البيرة طبعا فيها فوائد اتكلمنا عنها كتير قبل كده، والزبادي طبعا يعتبر الزبادي مع الخميرة البيرة بروبيوتيك طبيعي، بتفتح شهية الحمام، وكمان بتساعد الحمام في ان هو يهضم الاكل بشكل كويس جدا، بتحمي الحمام من التهابات الامعاء والاسهالات اللي طبعا بتجيله بسبب البرد الشديد او الحر الشديد، زي ما ايه اتكلمنا برضو ايه قبل كده وقلنا. كمان بتدي للحمام البكتيريا النافعه في الجهاز الهضمي، وكمان بيبقى عندك حمام صحته حلوه وخالي من اي مضادات حيويه، وطبعا لما الريش بتاعه بيبقى قوي ولامع وشكله ايه منسق كده وايه وجميل تمام كده. برضو زي ما قلت لكم قبل كده بيقضي على البكتيريا اللي هي بتسبب مرض السالمونيلا عند الحمام او عند اي طيور. يعني برضو السؤال كان جالي قبل كده، هل الخلطه دي بتنفع لباقي الطيور؟ بتنفع يا جماعه مع باقي الطيور طبعا، بتنفع جدا، ممكن نحطها لفراخ، لبط، الوز، الروم، لاي حاجه من الطيور دي. طيب عملنا بقى الحمام زي ما قلت لكم، دخلنا الحمام مكان نظيف ومعقم ومطهر، وعلقنا الاقفاص وظبطنا الاوضه، وعملنا مع الحمام الواجب. طيب خدنا اهو اسبوع 3 ايام زي ما قلت لكم بنديه الحاجات اللي قلت لكم عليها، والـ4 ايام التانيه برضو الخلطه اللي هي بتاعت الزبادي والخميره تمام كده. مش عايزه برضو ايه اكرر الكلام تاني، ده اول اسبوع ليه. بعد كده خلال، معلش بقى برضو في حاجه عايزه اقول لكم عليها ضروري، خلال الايام اللي احنا بنديه الحاجات دي نشتغل برضو معاه مع بالبذور، واهمها حبه البركه. نحاول نضيف في خلال الاسبوع ده حبه البركه، ممكن 3 ايام في الاسبوع ده، فاول اسبوع ندخله علينا يعني ندخله عندنا، نحاول ندي من مرتين ل3 مرات حبه البركه في الاكل يا جماعه، بالطريقه اللي قلت لكم عليها. الحمام بيبقى على جوع برضو، وبنبتدي نحط له اي بذور حتى لو هو مش متعود عليها ومش حابب طعمها، مع الوقت بيتعود، مع الجوع بياكل غصب عنه تمام كده. طيب ده الكلام ده لو احنا لسه هنبدأ تربية حمام او بادئين تربية حمام، المكان اللي احنا حاطين فيه الحمام ده لسه جديد وده اول شغل ليه. لو احنا فعلا عندنا حمام وجبنا حمام جديد وعايزين ندخله مع الحمام اللي عندنا، هنعمل معاه بقى زي ما قلت لكم كده بالظبط، بس الفرق مش هنحط الحمام اللي احنا جايبينه جديد ده مع الحمام بتاعنا، لا، اوعوا اوعوا اوعاكم تعملوا الحركة دي. اي حمام جديد تجيبه، لان ناس كتير ضيعت الحمام عندها، في ناس ضاع من عندها ابراج، تخيلوا والله العظيم في ناس ضيعت مئات من الاجواز عندها، اجواز الحمام، بسبب الحركه دي، ان هم بيجيبوا حمام ويروحوا مدخلينه على الحمام اللي عندهم على طول. اوعوا اوعاكم بالله عليكم يعني. الحمام هتعزلوه في مكان بعيد عن الحمام بتاعكم تماما، اوعوا تحطوه مع الحمام بتاعكم بقى، حتى تحط حتى لو عشه، حتى لو اي حاجه في نفس المكان، لا، اعزلوه تماما في اوضه ثانيه غير الاوضه اللي انتم ايه حاطين فيها الحمام، وتشتغلوا معاه بالحاجات اللي انا قلت لكم عليها بالظبط. اهم حاجه بتطهروا جسم الحمام بميه وكلور طبعا، عشان لو في اي حشرات بيقتلها، الميه والكلور بتقتلها، ولو تقدروا تحموه كمان يستحسن يعني تمام كده. طيب عملنا معاها الحاجات دي كلها واشتغلنا معاه كويس، لو دخلناه يا جماعه برضو جالي سؤال، جايبه حمام جديد واشتغلت معاه كويس، اول ما جبته كان بعيد عن الحمام وحطيت له كل الحاجات اللازمه، بس لما جيت ادخله عند الحمام، الحمام القديم اللي هو الحمام بتاعي فضل يضرب فيه. طب اعمل له ايه؟ ممكن بقى في الوقت ده هتجيبوا مثلا عشه وليكن سلك، وتحطوها ايه في وسط الاوضه عندكم مع الحمام كده، وتحطوا فيها ايه الحمام الجديد، وهتسيبوه حوالي يعني ممكن 4 5 ايام على حسب ما تحسوا ان هو ابتدى يتعود عليه، وبعد كده بقى تبتدوا تخرجوه، تفتحوا له برده العشه دي، وتبقى يبتدي هو يخرج ويدخل يخرج ويدخل لحد ما هيتعود ويتاقلم ايه مع الحمام عندكم. الكلام ده هنعمله امتى؟ زي ما قلت لكم اهم حاجه نعزل الحمام بعيد خالص. جبنا فراخ، جبنا بط، جبنا روم، جبنا اي حاجه عندنا الطيور عامه يا جماعه بالله عليكم ما تدخلوش طيور على طيور، لازم يبقى في عزل بينهم تمام كده. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم، ولو استفدتم من الفيديو ولو بمعلومه بسيطه يا ريت ما تنسونيش من اللايك، يا ريت بالله عليكم ما تنسوش اللايك، ولو طبعا حاسين ان الفيديو ممكن يفيد اي حد غيركم اعملوا شير للفيديو، ما تبخلوش على اي حد بالمعلومه، خيركم من تعلم العلم وعلمه. احبكم في الله، والسلام عليكم.